مامي انت بتاكلي شيبسي ومنين بتاكل البيتزا دي صح؟ تمام يا جماعة حرام الشيبسي حرام الشيبسي صالح الطفل الوحيد اللي مش بيغلس معانا في العيلة ده حقيقي اهدى واجمل طفل في العيلة ده حقيقي ده حقيقي مسمى ملاك ايه يا جماعة انا بحبه ها عايزك تكتبي لي اطفال العيله من اشقل لاهدى في ولا معايا من اشقل اهدى بص لا زين انا ربينا انت ابنك انت ابوينا يا زين صالح مكه لا حياة يزن حياة صالح يزن الحياة صالح يزن مكة فتح الله لا فتح الله لا في الآخر فيروز فتح الله غزل أمنية في مين تاني أصالة وصالح لا أصالة وصالح لا دول لسه لا ما انا تيمي انا قبل الاخيره انت مش شقيه بصراحه بس بتغلسي ماشي قوي تمام قوي هتشوفي يوم كامل هغلس عليك يا ماما يلا نبدا وعد نبدا اليوم بكره من اول بكره ما نبدا من بكره من اول يوم مدرسه حمار حطي قبل حمار كده طب هتشوفي يا ماما ماشي هتشوفي من اول مره ومن اول نعمل ايه هتشوفي الشقاوه هتشوفي الاحترام جدا شفت الجمله دي عندي ما تشوفي ماشي روحوا بقى روحوا العبوا روحوا العبوا يا جماعه عايز اقول لكم عشان الساعه 6 والله مش عارفه مسافرين واحنا في دوشه انا تعبت راجل بتقول له هات الجمله سيبها لي يا بردة مفيش غلسة ندى برنسو تعالي قولي تعالي يا راتي اوعى الزيت بتاعي ماما يعني الجمعة بتاعتك الزيت بتاعي ماما يعني الجمعة بتاعتك ماما صوريك يا خدي صوريني يا ماما ماما يعني الجمعة بتاعتك ماما يعني الجمعة بتاعتك ماما بصوا بصوا الجمال الخارق جمال خارق للطبيعة شايفين استنى لا تيرتر وايلايلر حسين عرب ساسي وهتعرفوا الحسنات دي ليه عملت فعل خير بصوا 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 هنود عشان صالح زعلني بصوا والله العظيم انت احلى حاجة في الدنيا هند قمر كل انت حبيبتي بألف هنا ربنا يخليك يا رب الله يخليك شايفين الحنيه مش معاك في سنه مين السبتي ده كلب وحش عامل ميك اب ارتست ميك اب تستس رحت الميك اب تستس الميك اب تستس بصراحه معفنه ده والوجاهه الوجاهه باينه واللبس بقى الوجاهه باينه بصراحه نفس الحته اللي ايه ده لا مش كده مش كده تتعمل بايديه الاثنين كده كده تعمل كده فرنسا بس يا جماعه خليكم معانا بقى نكمل اليوم على فكره انا زعلانه منك ومش ممكن تقولي لي ماما تاني خلاص لا مش ممكن مش ممكن مش ممكن تقولي لي ماما تاني مستحيل نعم مستحيل يا ندى تقولي ماما تاني يا ندى عارفه ليه ندى بهدلتني نعم يا اسطوره بعد ارجو من الاستاذ يزن عدم التوجه الى المعيد حاضر عدم التوجه الى المعيد يزن انت وصالح صالح رايح لهم صالح يزن تعالى يا ندى عارفه يا ندى النهارده قالت لي انت مالك بتضرب حياة لا بتضرب مكة بقولها حرام عليكي يا حياة قالت لي انت مالك انت انت مالك انت
مش ممكن تقولي لي ماما تاني. لا مش ممكن. جري روحي. طب كلي اكلك كله وانا اسامحك. ماما افكر ساعتها. دي بنتي اللي بتغير عليا. فيروزة الحمد لله على السلامة. حلوة المدرسة ولا وحشة؟ بتحبي المدرسة؟ انا بتعب. يا روحي بتعب تصحي بدري. برافو بألف هنا. بصي بقى يا حياة المدرسة حلوة ولا وحشة؟ حلوة. بصي هروح البيت. طب بصي انت عملتي ايه في المدرسة النهاردة عشان وقفوكي بانس؟ انا عايزاها تحكي. عملت ايه في المدرسه النهارده وقفوكي بانش؟ تعالي تعالي. وقفوكي بانش ليه؟ لا عملت ايه احكي. هما حطولي كرسي. انا بتكلم معاكي. حطولي كرسي اكبر عشان عشان بتتكلمي عطوكي يعني نوتي كورنر. في سبب تاني ايه هو بس تقريبا هم قعدوها في النوتي كورنر عشان هي بتتكلم مع اصحابها. انا عارفاها انا عارفاها حياة انت بتتكلمي كتير بصراحة. زرفر جينيفر. اسمها ايه؟ بس جينيفر بتحبك ما بتعورش. جينيفر ماما عادت انت هتعيطي ما انت جايه من المدرسه بقالك ساعتين. لا بنتك جينيفر يا ماما جينيفر عورت حياتك دي. حياه انت جايه من المدرسه بقالك ساعتين جايه تفتكري ان جينيفر عورتك دلوقتي؟ بصي بتضحكي ازاي بصي السوسه ايه؟ جينيفر معلش معلش يلا بينا يلا بينا ايه يلا بينا وهناكل في لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.